بات الذكاء الاصطناعي موجوداً في كل تفاصيل حياتنا وجزءاً لا يتجزأ منها، كيف لا وهو يطرق أبواباً ظلت عصية على الفتح، وبات يشاطر رجال معاناتهم محاولاً حل واحدة من أكبر مشاكلهم الأزلية، إنها مشكلة غضب النساء. كلنا نعلم مدى صعوبة غضب المرأة، فهي على الأغلب أشبه بإعصار لا يقف في طريقه شيء وكابوساً يؤرق الكثير من الرجال وأكثر من ذلك. فكيف سيواجه الذكاء الاصطناعي سيدة غاضبة؟ طور مجموعة من المبرمجين بداية شهر أبريل تطبيقاً جديداً يستخدم الذكاء الاصطناعي لجعل المستخدمين يمرون بتجربة مواجهة سيدة غاضبة بعد تعليمهم كيفية احتواء غضب النساء، ويطلق على التطبيق اسم الصديقة الغاضبة أو Angry Girlfriend. يمكن للمستخدم الحصول من خلاله على تجربة الوقوف في وجه امرأة غاضبة في مواقف مختلفة، مثل التأخر عن موعد للعشاء أو الاختلاف على بعض الموضوعات. ويعتمد التطبيق بحسب مطوريه في الأساس على تعليم المستخدمين بعض مهارات التواصل لاستخدامها في تهدئة نموذج محاكاة السيدة الغاضبة واستخدام مختلف الطرق لاحتوائها. ويستخدم التطبيق نموذج GPT-4 الذكي من تطوير شركة OpenAI لفهم وإدراك النموذج الذكي للمواقف المعدة مسبقاً، وبمجرد اختيار المستخدم لأحدها سيبدأ النموذج الذكي في تحليل ردوده المختلفة للتأكد من مدى قدرته على إقناع المرأة الغاضبة وامتصاص غضبها. يتم تقييم مستوى تسامح المرأة الغاضبة مع المستخدم من خلال شريط يبدأ من الصفر ويصل إلى 100%، وذلك يتحدد بحسب درجة إقناع ردوده لها. والمستخدم لديه 10 فرص لتهدئة النموذج الغاضب عبر رسائله وردوده التي يتبادلها في سياق الحوار. وعن أساس المشروع، كشفت إيميليا أفايلز إحدى مطوري الخدمة الجديدة أن فكرة التطبيق في الأساس نابعة من تجربة عاطفية سابقة لها، حيث كان شريكها في العلاقة يفتقر إلى كيفية تهدئة غضبها والحوار معها، وأنه يمكن أن يساعد الرجال على تعلم المهارات اللازمة لحل الخلافات مع شريكاتهم بشكل إيجابي. واعتمد تطوير التطبيق على فريق مكون من 10 إلى 20 شخصاً، ولكن لم يتم الرجوع خلال التطوير إلى أي مختص في شؤون العلاقات العاطفية. تتيح الخدمة بعض السيناريوهات والمواقف مجاناً، ولكن إذا أراد المستخدم تكرار المحاولة واستخدام الخدمة مرة أخرى في فترة قصيرة، أي في نفس اليوم مثلاً، فإن المستخدم سيحتاج إلى الاشتراك في الإصدار المدفوع. يعد اتخاذ الخطوة الأولى نحو علاقة أفضل أمراً جيداً دائماً، ومع ذلك هذه ليست خطوة أولى رخيصة، حيث أن النسخة المدفوعة من التطبيق تبلغ نحو $7 في الأسبوع، بينما يقدم تشات GPT-4 اشتراكاً شهرياً مقابل $20. وعلى الرغم من التفاؤل والثقة التي يتحدث فيها مطور التطبيق، إلا أن هذه المحادثات تبقى مع روبوتات بعيدة عن الحياة الواقعية والمشاعر الحقيقية. وجدوى هذه المحادثات ما تزال محل جدل كبير، ولكن حتى الروبوت لو اختبر هذه المشكلة في الواقع لطلب مساعدة الآخرين لحل مشكلته مع شركته، فلا أحد يستطيع حل شفرة المرأة خصوصاً عندما تغضب. لكن يبقى السؤال مطروحاً، هل سيكون الذكاء الاصطناعي بارقة أمل لوضع حد لأعتى النزاعات وأعقدها على مر التاريخ؟ وأنت ما رأيك بهذا التطبيق؟ شاركنا برأيك.